الشيء الثاني اللي ابغى اتكلم عنه انا تصريح البليهي لما قال لا تلومونا، لما سأله قال لا تلومونا، احنا نلعب كل 3 مباريات مثلا كثيرة. مباراه. انا اعرف ان الطرح هذا كان امس في وسائل التواصل. انا اعرف انك يا البليهي برضو بعد ما وصلت نهائي اسيا تقول راجعين للدوري، الكل يعرف انك رجعت للدوري ولعبت ضد الوحده وتعادلت والان خسرت. انت اللي اصلا دخلت التحدي، دخلت اللعبه في السوشيال ميديا. تتذكر لما اقول الاستفزاز هذا ما راح يستمر يصير من صالحك اليوم، ولكن اذا ارتد ضدك لا تدور اعذار. انت الحين تقول والله اعذرونا احنا كلنا ثلاثه. طب انت قاعد تقول احنا جايينكم وتعادلت مع الوحده ثم انا خسرت اليوم، ثم تقول الحين اعذرونا، وهذه كلها مو ممكن يتكلم فيها اعلامي، ممكن يتكلم فيها جهاز فني، ولكن انت خلقتها. اي ولا، وبرضه انت كلاعب لا يدخل جوات نفسك زي ما قال ابو تركي، لا يدخل جوات نفسك انا ارهاق وما ارهاق. ولو فزت قلت اي قوالب في كل نادي والله يروح الهلال كرة القدم يبغى لها تركيز. الكلام خلى لغيرك ما لك علاقة فيه. اللعبة هذه اللي يلعبون فيها في وسائل التواصل الاجتماعي هذا المفروض ما لك علاقة فيها أبدا، ما تدخل نفسك فيها بعدين تطلع نفسك بشكل مو كويس هو ولا غيره. حتى لاعبين الاتحاد نتذكر الموسم الماضي سووها، وفي لاعبين في لاعب أكثر من لاعب مشكلة يقعون في نفس الغلطة، يبغى يدخل في لعبة الإثارة في وسائل التواصل، ولما ترتد عليه اعذرونا احنا نلعب كل مباراتنا 3 مباريات. كل الفرق اللي تبغى بطولات اكيد بالتاكيد التركيز هذا 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 مهم جدا. ولا انت تقولها كلاعب، كلاعب انت ما تقولها، انت كلاعب تكون جاهز للمباراه وتكون. ميشيل ما قال كذا، ميشيل اليوم ما شاء الله قاعد يركض. المعيوف نفس الحكايه ما عنده اي اشكاليه. هيون حتى هيون صار يضغط قدام على في اغلب فترات المباراه في اخر الوقت صار يضغط يبغى يجيب اهداف. لذلك وبصراحه الجمهور اليوم ما قصر، جمهور الهلال يعني احنا من اول مباراه الوحده قلنا نقول الهلال خارج الرياض وجون جمهور كثير، ما ادري من اللي قال من الزملاء، ولكن جوا الرياض ما يصير جمهور. اليوم بصراحه الجمهور 10 على 10، عب الواجهه والتشجيع والحماس كل شيء ما خلى عنه، يعني سوى دوره 100%. لك على الاقل شغف الجمهور هذا وحماسه والتحديات اللي يدخل فيها الجمهور ترى على فكره ومع كل فريق يبغى يشوف حماسه منعكس جوا الملعب. الهلال الى الدقيقه 28 ولا تسديده سواء لا برا الملعب ولا جوا الملعب ولا على المرمى ولا تسديده، ترى الى الدقيقه 28 ولا محاوله، خايف ولا محاوله للدقيقه 28. اذا انتهى الشوط سددوا 4 ولا واحده في على المرمى. ما لها دخل لا ارهاق ولا دخل مباريات ولا دخل، ما لها اي دخل، ما لها اي علاقه مدرب ولا لاعبين. انا شوف دائما انا اقولها، شوف في المباريات هذه قدام الفتح، انت قاعد تلعب قدام الفتح برضه في بعض المرات لاعبين يجيها مدرب له ولكن لاعبين. انا ما انا انا يعني زي ما يقولون اقر ان سعود عبد الحميد ماريجا قوه جباره في الهلال، ان عدم جاهزيه كاريلو برضه تاثر على الهلال، ولكنك انت في لاعبين معينين في نادي الهلال لما اتكلم على سالم، لما اتكلم مثلا على ايجالو، لما اتكلم على البليهي، هذول اللي المفروض هم اللي يشيلون الفريق، هذول هم اللي يظهرون في وسط المباراه هذه. هذه 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 الفكره. وقدام الفتح برضه الفتح على فكره عنده نقص، يعني الفتح مو جايك جاهز، ففي مباريات لا المفروض تكون مستعد لها وجاهز لها انت كلاعب جواتك. احنا لما نتكلم ذيك الايام نقول المباريات الكبيره ما تحتاج تجهيز معنوي، ولكن المباريات هذه اللي مع الفرق الاقل هذه تحتاج. وشوف صارت مع النصر مع الباطن، حتى المدرب لما قال انا قاعد اشتغلكم اسبوع كامل اقول لكم المباراه هذه صعبه، ولما دخلت مع فريق تقريبا مودع احرجك وبغى تخسر معاه لولا العوده في نهايه الوقت. لذلك اللاعب المفروض انه خلاص يتعلم من الدروس، تعلم من الدروس، خل ذهنك حاضر وقوتك الذهنيه حاضره طول اوقات الدوري اذا تبغى تنافس على الدوري. وعلى العموم وجود معليش الدوري لم ينتهي الان، هلال باقي له مباريات كثيره، هلال عنده تجارب، الاتحاد عنده تجارب، والنصر عنده تجارب، نتكلم على الفرق اللي جالسه تنافس حتى الشباب. لذلك
اللي الان شفت الشباب الحين بدوا الحين ارحل يا فلان وابعد يا فلان وليش ما تتكلم، هذه الفرق اللي ما تتحمل. ولكن الفرق الكبيره تدري ان هذه مباراه 3 نقاط ممكن تعود، والمباراة القادمه برضه ممكن تعوضها.